سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه تاع البيتزا، من اسهل الوصفات وانجحها تاع لاباط تاع البيتزا. بون، هاد لاباط ما فيها لا خماره تاع الكاطو، لا بيض، لا حليب، لا حليب بودره، لا حتى حاجه. تجي عادي بمكونات جد بسيطه. دونك ثاني هاد لاباط ما تجيش خشينه وتجي هكا معجنه تقهم. هادي تجي رقيقه. بعد تشوفوا الريزلت كيفاش غادي تكون، وغادي تكونوا ساتيسفي من هاد لاباط. بون، عندي هنايا مغرف تاع مغرف ونص تاع خميره تاع الخبز مع مغرف تاع فرينه، ونزيدو مغرف سكر. كيما قلت لكم، مغرف ونص تاع خميره تاع الخبز، مغرف فرينه، ومغرف تاع سكر. ندير لهم شويه تاع ما يكون دافي، فوالا، ونخلطوها ونخلوها تطلع شويه، نغطوها. وعندي هنا 500 غرام تاع فرينه، نزيد لها شويه تاع ملح، نخلطوا فيها هذاك الملح، نزيدوا ربع مغارف تاع زيت. ومن بعد نجو نديروا هذيك الخميرة. نبداو نزيدو في الماء ونلمو العجينة. بون، العجينة هنا ما نديروهاش ناشفة بزاف، نخلوها شوية تكون، لازم تكون طرية. نبداو نزيدو في الماء ونشوفو شحال تدينا هاد الفرينة اللي عندنا. فوالا، بعد ما لميت هذيك العجينه خليتها شويه طريه كما راكم تشوفوا، تتلصق شويه نوعا ما. نخليها دوكا تخمر، درت لها شويه زيت من تحت، وندير لها ثاني هنايا ندهنوها بشويه زيت ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها. نجو دوكا لاصوص طوماط. انايا ديجا راني قبل دايره لكم غوسيت تاع بيتزا، بصح شويه مختلفه، ماشي بزاف مي غير شويه. فيها درت لاصوص طوماط بالبصل، دونك هنا ما غاديش نديرها بالبصل هذه المره، نديرها بالثوم. درت هنايا شويه تاع زيت، وعندي ربع فصوص تاع ثوم رابيتهم. نديرو عندي هنايا ثاني ثلاث حبات تاع طوماطيش، قطعتهم برك ما رحيتهمش، باسكو من بعد غادي بعد ما يطيب كلشي غادي نميكسوهم، دونك علاش نعي روحي ونرابيها. نزيدو مغرف تاع طوماطيش، غير مغرف، ومن بعد نزيدو الباقي، شويه تاع ملح وفلفل كحل، وعندي رند وشوية زعتر، غير شوية. نقلوهم دوكا، إذا بغيتو تاني تلحو هذيك الطوماطيش تراكوها نورمال زعما نتوما وكيفاش تبغوا، برك انا باش زعما راح نميكسي فيها من بعد. وغادي طيب ديجا طوماطيش معروفه تذوب، صافي ما بغيش علاش نعيي روحي دوك. بعد ما قليناهم نزيدو هذيك الطوماطيش اللي بقات، ونقصوا لها النار ونخلوها تطيب،
بون انا هنا ما نزيدش الماء في الصوص طوماط توجور ما نزيدش الماء نبغيها تجي شويه ثقيله وتجي بنينه ثاني كيما تزيدوا لهاش الماء. اذا شفت لكم كانت الطوماطيش تاعكم ماشي مليحه زعما ماشي شابه ما فيهاش الماء بزاف تقدروا تزيدوا لها فنجل صغير تاع ماء سينو تخلوها هي اللي تطلق الماء تاعها. دونك انا نخليها كي بعد ما طيب نعاود نولي لكم. بون كي بدات هذيك السيبون ديك الطوماطيش ذابت وباغيه تدو طيب بلوتو جو نزيدو قيس مغرف تاع ماكله طوماطيش مصبره نخلوها فوق النار شويه ومن بعد نطفو عليها ونميكسو هاد لاصوص وتولي لاصوص طوماط واجده. بيان سور نحو هذا الرند كي نبغوا نميكسوها تولي لاصوص تاعنا واجده. نجودو كان لاصوص فرماج لاصوص هذيك لاصوص بلونش تبغوا ديروا صوص طوماط ولا هاد لاصوص بلونش. عندي هنا مورسو تاع فرماج ونديرو ربع تاع كاس زيت وربع كاس حليب ونزيدو فلفل كحل ومغرف تاع خل ونميكسوهم. بون فوالا شوفو كيفاش تجي تجي ثقيلة. تبغوا تزيدوا لها شويه حليب باش تجيكم شويه خفيفه سينو كيما هكا وتمشوها غايه في فوق لاباط. بون فوالا شوفوا كيفاش تجيكم تجي ثقيله. ميم تقدروا ديروها في لابوردور ديروا هذه في لابوردور ولا ديروها في بلاصه الصوص طوماط ولا معاها نص صوص طوماط ونص هاد الصوص فرماج. نجو دوكا لاباط شوفوا كيفاش طلعت. نجو دوكا نهودو لها هاد الخمور نكسرو لها هاد الخمور ومن بعد نعاودو نزيدو نخلوها تزيد تطلع في الماء. منعجنوهاش صديق ديزولي منعجنوهاش نهودو لها غير هاد هذا الخمور غير هاكا نلموها ومن بعد نعاودو نخلوها تزيد تخمر. هاد الخطوة بزاف مهمة باش تجي لاباط خفيفة ما تجيكش يابسة وتاني ما تجيش معجنة بزاف ولا خشينة ولا تجيك نيشان كيما لاباط اللي كاع الناس يحوسوا عليها. دونك كيما قلت لكم عادوا نغطوها ونخلوها تزيد تطلع في التحاول تزيد تخمر تطلع من بعد نولي لكم. بون شوفوا الخبز بعد ما فشيناه كسرنا هذاك الخمور عاود راه زاد طلع. دوك نجو نقسمو هاد لاباط. بون قسمتها على ثلاثة على تخوا بول. جو نديرو لها شويه في عينها الفوق ونبداو نحلو في هذيك العجينه. بون انا غادي ندير بوردور دونك نحلها بهاد الحلال. اذا ما كنتوش راح نديرو بوردور تحكموا تحلو غير بيدكم وتحلو غير هكا في الوسط غير في الوسط تبداو تكبروا فيها حتى اللي تتحل كاع معاكم وتولي شابه وتخلوا لهاد الاطراف ما تحلوهمش تخلوهم هكاك طالعين. دونك نحلوها فوالا انا حليتها ومن بعد نجو نقطعو باش نديرو فرماج. بون فوالا ني درتها في البلا دوك نجو نديرو الفرماج لهنا ومن بعد نبداو نبلعو فيها. بون كيما هكا ني درت كاع الفرماج ومن بعد نبدا نبلعو جو هكا ونزيرو عليها او ميم طون تتبلع. فوالا نزيدو واحدة اخرى فوالا كملوها كاع ومن بعد نولي لكم. عندي هنايا صفار حبه بيض درت لها شويه تاع خل ونجو ندهنو هذوك هذيك لا بوردور اللي رانا صنعناها. تبغوا ديروا لها سانوج ولا تخلوها كيما هاك
ولا ديروا لها جلجلان كيما تبغوا نتوما. انا غادي نخليها هكا سامبل. نجو نديرو صوص طوماط. بون صوص طوماط بعد ما ميكسيناها شوفوا كيفاش ولات. انا هنا صوص طوماط غادي ندير نص، ما نديرهاش كومبلي، نص نديرها صوص طوماط ونص نديروها هذيك لاصوص فرماج اللي صنعناها قبل. دونك نشو شويه من لاصوص. فوالا ونص الباقي نديرو له هذيك الصوص تاع الفرماج اللي درناها. فوالا دوكا انا هنا عندي فرماج، عندي موزاريلا كيما الفرماج. دونك تبقى عندكم نتوما ستادير توما واش عندكم فرماج. ومن بعد نديرو فيوندا شي ما غاديش نكوره، ندير ديريكتومون هكا. شغل نفتوه. فوالا من بعد درت فرماج غافي. دوك ندخلها للفوق طيب من التحت، وكي توجد من التحت نزيدو نشعلوها من الفوق. كي نشعلوها باش تحمر هاد لا بوردور نزيدو فرماج. انا هنا فرماج درت فرماج نورمال تاع تاع البيتزا، يتباع كيما سادير بريباراسيون فرماجير. ومن بعد كي نطفي لها من التحت نبغي نشعل لها من الفوق ندير لها شيدار، ولا تبغوا نتوما ديروا غرويير ولا فرماج روج، مي انا جو بريفير البيتزا هو الشيدار. دونك كيما قلت لكم غادي ندخلها طيب من التحت، ومن بعد نعاود نشعلها من الفوق وندير لها الشيدار ونعاود نقسمها تحمر ونحيها. بالنسبه للزيتون، انا الزيتون هنا ندير زيتون مقطع لهنايا، شغل زيتون خضر نسيته مبين، مي نورمال قد نديرها من دروك. وما الزيتون الكحل ما نديرهاش دروك حتى لي بعد ما طيب ونطفي عليها. بالنسبه للطياب، طياب نديروها كاع نشعلوا لها الفوغ يكون سخون بزاف، نشعلوا له على درجه حراره عاليه ونديروا كاع لتحتها، ماشي نديروها لتحت شويه فوقها صافي لي ما قبل الاخير، ونخلوها طيب حتى لي تحمر. فوالا الريزلتا، شوفوا البيتزا كيفاش جات. انا الزيتون درته حتى من بعد، بعد ما قسمتها لهنايا نفتحوها. كنشوفوا شوفوا لا بوردور ديجا راكم تشوفوا فيها اي حمراء من التحت، ثاني شوفوا كيفاش راهي مهاوده تجي بزاف بنينه، ننصحكم تجربوها. واش نقول لكم، اذا عجبكم لا فيديو عجبتكم لا فيديو ديروا جيم، واللي اول مره تدخل القناه تاعي دير اشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.